الأوليغارشيا المفترسة. الأوليغارشيا للأوليغارشيا. الأوليغارشيا هذا المصطلح الذي دخل القاموس اللغوي للمسؤولين وكثر تداوله في الآونة الأخيرة من طرف النخبة السياسية في البلاد، فهل يدرك الجزائريون معناه؟ المو أوليغارشيا ما عنديش علم عليها. أوليغارشيا دونك جو لا كوني با ما نعرفهاش. لا أوكين إيدي، سمعناها غير في الجرانين ولا صح لي زالجيران جابوا ربي ما يعرفوهاش. والو ما سمعتش بها. ويحيى مدير ديوان الرئاسة وسيد الأرندية الجديد دخل ركب المتحدثين بالأوليغارشيا بل والمرافعين لصالح نسخة محلية منها. خطاب شعبوي باسم شعار العدالة يرفض أن المستثمر الخاص يساهم بلك يخلق 10 مناصب شغل، خلي ولد الدار. تعريف يحيى لم يرق للمتحدثين الرسميين باسم المصطلح في الجزائر. حاول نبرر الأوليغارشيا الوطنية وكأننا نبرر أن السارق الوطني معليش وأن المغتصب الوطني معليش وأن يعني الكريمينال يعني الجاني ولا القاتل الوطني معليش، وهذا يعني تقريب يعني راح نقول يعني مفهوم خاطئ. وبعيدا عن تعريفات السياسيين، قلة قليلة من المواطنين قدموا تعريفا للكلمة. Un groupe de personnes, un groupe social dans une, disons, dans un pays qui a des pouvoirs, même s'ils ne sont pas vraiment définis. L'oligarchie, c'est un ensemble d'individus qui ont gagné de l'argent sale et qui l'investissent dans un pays qui ne se contrôle pas. على كل، بحث قصير في محرك جوجل يخبرنا أن الأوليغارشيا أو الأوليغاركيا باليونانية هو حكم الأقلية المتميزة بالمال أو النسب أو النفوذ العسكري كما تعرف. فهل توجد أوليغارشيا في الجزائر؟ لكم الحكم.